علم وعمل، نصح وإخلاص، قرب ومحبة، صدق وتوجه، تورع واستقامة، جرأة وشجاعة، هيبة وجلال، وقار وارتقاء، ذكر ودعاء، خلطة ومداخلة، سعة صدر وعظيم صبر، إكرام للأنام وصلة للأرحام، ضرب في الأرض وانفتاح على الثقافات، انكباب على العلوم والمعارف، ودعوة إلى الحق في الخطوب والمواقف. عرفته الشبيبة للفضل جامعة، وألفت به الشيبة للأمة نافعة. فضيلة الشيخ المؤرخ الورع سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، شبيه الصحابة كما يلقب، وربيب الفضل والإنابة، الممدوح في الأقوال والمحمود في الأفعال والخصال، أنس الغريب وسلوة الحبيب، سماء المعاني وجلاء المباني، النازل من الشرف الباذخ منزلا أعيا غيره، والباذل من صميم العطاء لأهل الولاء سقاءه ودره. من هو يا ترى؟ وكيف كانت سيرته الزاكية العاطرة بين الناس؟ كانت الولادة المباركة يوم الاثنين 13 من شهر رجب الأصب سنة 46 و300 للهجرة، الموافق له 28 من ديسمبر سنة 27 و900 للميلاد. والدته الرضية من بيت كريم ومحتد طيب معروف بين الناس، ووالده الوقور في قومه أشهر من نار على علم، وإخوانه وأعمامه وبنو عمومته أهل رئاسة وجلالة ونجابة، في بلدة المضيرب التابعة لولاية القابل بالمنطقة الشرقية من عمان، أخذ علومه الأولى وختم القرآن الكريم في 6 من عمره، وحفظ أغلبه كما حفظ كثيرا من الأراجيز والأشعار. وكان من جملة من تتلمذ عليهم عبر مسيرته الحافلة الأشياخ يزيد بن خالد بن الوليد البوسعيدي، وسعود بن سليمان بن محمد الكندي، وسعيد بن راشد بن سيف الحارثي، كما لازم الشيخ الوقور ناصر بن سعيد النعماني قرابة 20 سنة مباركة، وأكثر تحصيله عنه فيما ينقل. ومن بين من تأثر بهم تأثرا بالغا في تكوينه العلمي والثقافي كذلك الشيخ الجليل ناصر بن حميد الراشدي، فقد لازمه طويلا وأفاد من خبراته في الحياة والعمل القضائي إفادته أيضا من الشيخ القاضي سالم بن محمد الخنجر الحارثي. اهتم الشيخ بالتعليم منذ وقت باكر، إذ صرف جل اهتمامه للتحصيل والطلب، ثم ما لبث أن عمل على نشر العلم النافع وإشاعته بين الناس. وأكثر قضاة العصر خصوصا الأجيال الأولى منهم نتاج تربيته الصالحة وعنايته البالغة وصبره وسعة صدره. قال في ذلك صاحب الأضواء: وفي المعهد ربى جيلا صالحا عرف بالتقوى والزهد والورع. كان شيخنا رحمه الله شديدا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم، مذاكرا أهل العلم وملازما مجالس العلماء، كثير التنقل والأسفار، اجتماعي الطبع، مرتبطا بالناس، ما جعل مجلسه غاصا بهم ليل نهار حتى وفاته رحمه الله. مجلس الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمة الله عليه فعلا كان شبيها بالصحابة، هيئته وهيبته وسكينته ووقاره تشعرك أنك تجلس أمام رجل من الرعيل الأول، وكان يخص الجميع، جميع الحاضرين، يخصهم بكلامه، يخصهم بنظراته، يشعرهم أنهم أقرب الناس إليه، وكان لا يبخل عليهم أيضا بما عنده من عطايا ومن هدايا. أذكر أن في بعض الأوقات بعض الزائرين
يأتي عندما يأتي لزيارة الشيخ رحمه الله كان يأتي ومعه بعض الهدايا كالحلوى أو الطيب، فالشيخ ينتظر هذا الزائر حتى يخرج من المجلس ثم يعطي ما أحضر له بعض الحاضرين. بطبيعة الحال أن بعض الحاضرين كان يمتنع عن قبول هذا، لكن الشيخ كان يقول بلسانه الهدية حل هدية طيح الجنة، وكان يكرم جميع من حضر إليه، حتى إن يعني بعض السائلين من جنسيات مختلفة كانوا يأتون إلى الشيخ بصفة متكررة، والشيخ كان لا يردهم في أكثر الأحيان، لا يردهم مهما طلبوا ومهما سألوا. لا أبالغ إن قلت أن كل من زار الشيخ يعتبر نفسه تلميذا عنده، لأن الشيخ فعلا كان يعلم الجميع، كان يستمتع بجلوسه في المجلس من صلاة الفجر حتى بعد صلاة العشاء، على الرغم بعد تقدمه في السن أن أهله كانوا يلحون عليه أن يستريح داخل المنزل، إلا أنه رحمه الله كان يؤثر البقاء داخل المجلس لأنه يجد راحته في استقبال الضيوف ويجد راحته في القراءة والعلم. كان أيضا متواضعا جدا، في بعض المواقف أذكر أنه كان يعني يقدمني لإمامة المصلين في بيته، ومرة أخطأت في موضع في القراءة، وبعد الصلاة توجهت إليه لأسلم عليه، فأمسك بيدي ويعني شد يدي وجسمي إليه وكأنه يود احتضاني، ثم همس في إذني ليصحح تلك الآية. هذا الهمس من أجل أن لا يشعر الآخرين أنه صحح لي موضعا في القراءة، هذا الهمس وجدته يتردد في أذني كل يوم، وما زلت أذكره حتى لهذا اليوم، وأذكر معه صورة الشيخ عندما يهمس في أذني. كان يحب القراءة كثيرا، لدرجة أن السائل لا يجد وقتا لسؤاله إلا إذا حضر ضيف أو ود واحد منهم المغادرة، لأن الشيخ كان يملأ كل وقته بالقراءة، كان يقرأ أي كتاب، حتى إن يعني في طاولته كان عدد كبير من الكتب، وإذا حضر ضيف يقول له اقرأ لنا، في بعض الأحيان نستشير ماذا تريد أن نقرأ فيقول اقرأ اقرأ، يعني أهم ما يكون أن تقرأ، لأننا في مرحلة يعني طلب العلم، كان يقول أننا في مرحلة طلب علم، كان يتقن أي عمل يقدم عليه. في موقف من المواقف أن الشيخ عندما يعني كبر في السن وعندما حضر وقت الصلاة اصطف لصلاة الجماعة، قلت له يعني شيخ أجيب لك الكرسي تصلي على كرسي، فقال يوم مر موقف بعدني ما أعذر نفسي. يعني كان الشيخ رحمة الله عليه لا يبحث عن الرخص، كان الشيخ رحمة الله عليه لا يبحث عن مخارج من أجل أن يريح جسده. الحضور كان يسأله شيخ أوصني شيخ عظني، فكان لا يزيد على قوله اتق الله فتقوى الله ما جاوزت قلب امرئ إلا وصل. عندما قالوا أنه شبيه الصحابة ليس غريبا، فمجلسه إما قراءة وإما علما وإما ذكرا وإما أيضا مناشدة ومعرفة لأحوال المسلمين وأحوال الناس الذين يجالسون الشيخ رحمة الله عليه. وصفه صاحب كتاب شقائق النعمان الشيخ محمد بن راشد بن عزيز بقوله ترقى بفطنته وحسن ذكائه حتى استطاع أن ينظم الشعر، وهو مع ذلك كريم النفس والطبع كثير الانبساط للإخوان، سخي سمح ولا غرو، فإنه من بيت شرف ونجابة، فكل آبائه وأعمامه طار صيتهم في مكارمهم ومعالي أمورهم، ولو لم يكن إلا الشيخ سليمان بن حميد فارس الشرفى لكفى، كما لا ننسى أخاه القاضي سالم بن حمد بن سليمان، فهو وإن كان بعيد الهمة عن نظم الشعر ولكنه عظيم الاهتمام بالآثار وجمعها وتصحيحها. تدرج الشيخ سعيد بن حمد الحارثي
في مناصب عديدة بالدولة الحديثة، فقد عمل واليا على المنطقة الشرقية التي كانت تشمل يومئذ المضيرب وإبرة ووادي نهم، ثم ما لبث أن نقل واليا على الرستاق سنة 1391 للهجرة 1971 للميلاد. حولت خدماته بعدها إلى وزارة التربية والتعليم، فعمل مشرفا على الجوامع التعليمية، فرئيسا لجهاز التربية الإسلامية، فمديرا للمعهد الإسلامي بالوطية. ثم نقلت خدماته إلى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وقتها، وعين عميدا لمعهد القضاء والإمامة والخطابة سنة 1406 للهجرة 1985 للميلاد. وقد ترأس بعثة الحج سنوات مختلفة مكللة بالجد والجهد والمثابرة. خلف علمنا عددا كبيرا من المؤلفات القيمة، منها الوثيقة في البحث عن الحقيقة، وصلوات الرسول في أسباب النزول، والشذرات في جملة مال النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات، والبشرى في غزوة بدر الكبرى، والشكة في فتح مكة وغيرها، إلى جانب كتابه الشهير غرس الصواب في قلوب الأحباب، ثم نتائج الأقوال من معارج الآمال، وإزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان، وعبر وذكريات من أدب الرحلات والأمثال العمانية الكتاب المفقود، إلى جانب كتب أخرى قدر لها الانتشار لحجب بعضها كاللؤلؤ الرطب في إبراز مستودعات القلب، وزهر الربيع في السعي لإرضاء الجميع وإحياء الفاني في ألف حدث وحدث عماني. أخيرا كتاب حياتي الذي لم يرى النور بعد. الشيخ سعيد بن حمد رحمه الله ألف كثيرا من المؤلفات الفقهية التي تمتاز بالاختصار، وتمتاز كذلك بالتيسير والسهولة، والتي يسهل فهمها للمتعلم لطالب العلم ولغير طالب العلم كذلك للمطلع، سواء كان من طلبة العلم أو من العلماء الفقهاء. فإذا جينا إلى كتابه، إلى كتاب الذي ألفه نتائج الأقوال، وهو اختصار لمدارج الكمال لمعارج الآمال للإمام السالمي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب عندما نقرأه أو عندما يقرأه القارئ، يقرأه طالب العلم، يجد فيه السهولة ويجد فيه التيسير والاختصار. وأتى الشيخ سعيد بن حمد في هذا الكتاب بكل أبواب الفقه، من أوله، من أول باب الفقه الذي يتكلم عن العقيدة أو عن أصول الدين، وإلى آخر أبواب الفقه إلى كتاب الميراث. وإذا جينا إلى هذا الكتاب فنجد أن الشيخ سعيد رحمه الله تعالى مطلع، عالم فقيه، يقرن المسائل الفقهية بالدليل، وهذه ميزة العلماء، ميزة الفقهاء، عندما يتكلمون في الفقه يأتون المسائل ويقرنونها بالأدلة. إذا جينا كذلك إلى كتاب غرس الصواب في قلوب الأحباب، هذا الكتاب يعني لقى قبولا كثيرا عند العمانيين، فكانوا يقرؤونه في مساجدهم وفي حلقاتهم وفي غير ذلك. وهذا الكتاب يمتاز أيضا بالاختصار، وفيه شيء من القصص الواقعية التي يأتي بها الشيخ، وفيها شيء من التاريخيات إلى غير ذلك. فكتب الشيخ تمتاز بالتيسير، تمتاز بالعذوبة كما يقال، تمتاز بالتسهيل، تمتاز بالتيسير، تمتاز أنه يقرن كذلك الأدل المسائل الفقهية بأدلتها رحمه الله تعالى. وله مؤلفات كثيرة، يعني شيء على شيء منها لم يطبع، تكلم كذلك الشيخ واختصر معارك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك له مؤلفات في بعض أو في بعض أبواب اللغة العربية إلى غير ذلك. قد طلعت عليه هذه الكتب، وهناك أيضا أجوبة أو كان يسأله فيها أو يسأله أحد تلاميذه وكان يجيب عليها الشيخ، سماها الوثيقة، الأجوبة سماها الوثيقة، وهي أجوبة شاملة كاملة، يعني تتعلق وتتكلم عن الفقه
وعن أصول الدين وعن بعض التاريخيات إلى غير ذلك. قيم أحد الدارسين تجربته في التأليف بالقول: لم يكن الشيخ سعيد في كتاباته لأحداث تلك الحقبة يصدر من مصادر روائية للخبر، بل كان هو ذاته ينقل الخبر ويرويه. لقد كان الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية للشيخ سعيد الذي كان أحد الرموز السياسية في تلك الحقبة. لقد كان الشيخ الحارثي شاهدا على حقبة من أشد حقب عمان كما يقول، ومع ذلك استطاع أن يوثق الكثير من الأحداث بأسلوب تجلى فيه الوعي السياسي والفقهي والاجتماعي. هذا الوعي الثقافي الواسع بارز في كل مؤلفات الشيخ، فالناظر مثلا إلى كتاب نتائج الأقوال من معارج الآمال يكتشف بداية أن الشيخ سعيدا ألفه استجابة لإلحاح طلبة العلم الذين رأوا في الشيخ الحارثي خير شارح لكتاب معارج الآمال للشيخ السالمي، وهذه الثقة من طلبة العلم لها دلالاتها الاجتماعية العاكسة لشخصية الشيخ الحارثي المنفتحة على كل الأجيال. والكتاب يبرز مكنة فقهية هائلة لدى الشيخ الحارثي استطاع من خلالها اختصار كتاب المعارج المطبوع في 18 جزءا في أوراق معدودة، إضافة إلى تضمين هذا المختصر الكثير من تجارب وقراءات الشيخ الحارثي. كان الشيخ الحارثي قريبا جدا من الناس، وكان كثير الأسفار والترحال، ودائما ما يحدثك عن جلساته العامرة ببيته المفتوح لكل زائر وخاطر عن مشاهداته الحضارية والاجتماعية ولقربه من الناس ومعرفته بأحوالهم، شرع في تأليف رسائل غرس الصواب في قلوب الأحباب لنشر روح الفضيلة في المجتمع بأسلوب أدبي رائع جمع بين بساطة العبارة وجزالة المعنى. كان كذلك متابعا لأحداث العالم، تبهجه أفراح الأمة وتحزنه أتراحها. لقد أعطى الشيخ سعيد كل وقته للناس تواصلا وتعليما وتوجيها وتطبيبا لجروح النفس. لقد كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه فقيها بمعنى ما تعنيه هذه الكلمة، فمن الناس من يحفظ الفقه دون إنزاله في واقعه، ومنهم من يستخلص معاني الفقه ليحمل الناس على ما يسعهم في دينهم. وإذا أردنا أن نستخلص أهم ملامح الشيخ رحمة الله تعالى عليه في جانب الفقه، نستطيع أن نركز على نقطتين. الأولى مصطلح الفقه التعليمي، ولقد طبق الشيخ هذا المصطلح في تعليم طلابه وسائليه في مواضع كثيرة، من أهمها رسم الصورة الذهنية لدى سؤال السائل عن مسألة ما. فمثلا عندما كنا في حلقة التلاوة بعد صلاة الفجر، سأله سائل في معنى قول الله من طرف خفي، ما معنى من طرف خفي يا شيخ؟ فحمل الشيخ المصحف إلى أعلى وجهه ونظر إلى الرجل من طرف خفي، والرجل كان قد حنى رأسه وما زال يكرر السؤال على الشيخ، فقلنا له انظر إلى الشيخ فابتسم، فصارت تلك الصورة الذهنية لدى السائل ولدى الحضور باقية إلى وقتنا هذا على مرور السنوات. ما معنى هذه الكلمة؟ لم يقل كلمة واحدة، وإنما رسمها بهذه الصورة الذهنية لدى السائل. وأحيانا يصحح للطلاب وللسائلين بتلطف دون ما يفعله البعض من تعنيف وتشديد على السائل. في حلقة كان رجل يقرأ كتاب الكبائر، فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الرجل قرأ الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الشيخ: غبنا، إذا لن ندخل الجنة. فابتسم الشيخ وابتسم البقية، وانتبه الرجل على أنه أخطأ، فعاد فقرأ الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تلطف بالسائل وتعليم له بقيت عالقة في أذهانهم عشرات السنين. أيضا ما يمكن أن نسميه بالصدمة الإيجابية، صدمة العكسية الإيجابية.
أذكر أن رجلا دخل وهو رجل كبير سن وكان في غضب شديد لبعض المتعلمين في مسألة التشهد والتسليم، فقال: يا شيخ عندي سؤال. فقال: مفتين يجاوبك. كان يتلطف بطلابه. قلت له: يا شيخ، هذا الرجل كبير سن وغضبان فيقوم يزقر بي. فقال الشيخ: لا، رد على الجواب على السؤال. قلت للوالد: أنت لك 3 أجور. استغرب الوالد، قلت: أنت طبقت هذا القول بناء على تقليد أعلام كالإمام السالمي ونلت به الأجر، وأتيت إلى مجلس العلم ولك به الأجر، وهكذا. فابتسم الشيخ وقال للرجل: حظك، لك 3 أجور. ومثل هذه المواقف كثيرة في حياة الشيخ. ملمح آخر في حياة الشيخ الفقهية هو القدرة على استيعاب المعلومة ثم بث هذه المعلومة باختصار شديد، لا أدل على ذلك من كتابه نتائج الأقوال. الشيخ كان يستخلص المسائل ويبثها للطلاب بصورة موجزة واضحة وكغرس الصواب، ولا تبقى تلك المسائل غائبة عن ذهن، ولا تزال تلك المسائل في ذهن الطلاب لاستخلاص هذه العبر حتى في تعليمه وتذكيره. أختم بقصة كانت للشيخ رحمه الله عندما كنا في الطلب صغارا. قرأت سورة بالخطأ وربما كررت ذلك، فقال لي: أحمد، ناولني المصحف، بصري ضعيف. قلت له: إن شاء الله الشيخ. قال: افتح السورة الفلانية. فتحتها، قال: هذه الكلمة انطق لي إياها كيف نطقت؟ ففطنت إن أنا أخطأت في القراءة ولم أخطئ في تلك السورة بعد ذلك بأسلوب رائع، بخلاف بعض الأساليب التي يكون فيها تعنيف وتشديد للطلاب. فكانت هذه الميزة الأكبر التي تجذب الطلبة وعوام الناس للشيخ. والعجيب أن الشيخ رحمه الله كان فيه صبر شديد. أذكر أن بعض العوام قد يأتي ببعض الألفاظ التي لا تليق بمقام الشيخ، ولكن الشيخ يسكت لأنه يتمثل خاطب الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لقد كان الشيخ سعيد في خلقه وتواضعه وسمته، يشع وجهه بنور الإيمان ويتوشح جسده ثياب الإحسان. وحين أراد نشر كتابه اللؤلؤ الرطب كما راح يصور آخر، كان الزمان غير الزمان، فتناثر اللؤلؤ قبل أن يتباهى به جيل عمان. ورحل الشيخ وفي قلبه غصة لاضطرار عمان ارتداء عقدها اللؤلؤي في السر. ويصنف اللؤلؤ الرطب بوصفه أول كتاب يصف المرحلة التاريخية الواقعة بين وفاة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله إلى نهاية حكم السلطان الأسبق سعيد بن تيمور. كانت تلك المرحلة من أكثر حلقات التاريخ العماني اضطرابا، خاصة مع الانقسام الداخلي والتدخل الخارجي ووجود مطامع إقليمية ودولية. بذلك يمكن فهم الخلفية التاريخية والأسباب المسوغة لبعض ما اشتمل عليه ذلك الكتاب. وفي سياق متصل بالعلم والأدب، كان علمنا الجليل شاعرا مقلا، وله فن كبير في التخميس الشعري والتأريخ والألغاز. أثير عنه قصائد وأراجيز عدة وصف فيها رحلاته ومشاهداته، كما أن له مطارحات شعرية ونثرية مع عدد من أقرانه النابهين. ومن شعره قوله مخمسا أبياتا لابن عمه الأديب الشيخ أحمد بن حمدون الحارثي جاء فيها: أرقت خليلي لشيء خطر، على القلب غب مضي السمر، فبت به في ارتباط أغر، تنبه سمير لهذا الخبر، نسيم المضير بهبة سحر، تذكرني عهد صاف الوداد، حليف المروءة بسط الأيادي، وإخوان صدق ثووا في الفؤاد، تذكرني لمجل الجياد، وتبهجني بشقيق القمر. غزال أهيم إلى وجهه، وأفني حظوظي في وجهه، وما لي وجه سوى وجهه، بمن مطلع الشمس من وجهه، ومن فمه قد يريك الدرر. جميل المحيا كريم الحبا، عظيم الشمائل زين الخبا،
رقيق الحواشي يباهي الظبا، لهوت به في زمان الصبا وأسكنته في سواد البصر، وأصبح دون الورى المرتضى وكلت عن العيب عين الرضا، شباب تولى وشيب أضى، مضى ما مضى وانقضى ما انقضى، وعنه عدلت لتقوى الأبر. الأرضية الفكرية والروحية لعالمنا الجليل أسهم في تكوينها جملة من البواعث والأسباب المختلفة، يشخص في مقدمتها قيمة التعارف التي تنهض عليها فكرة السفر والضرب في الأرض وحب المغامرة والاستطلاع، تلك القيمة التي لطالما كانت حجرا ركينا في تفكير الشيخ الحارثي وسعيه لاكتشاف الآخر ومعرفة ما عنده، ترجمة لقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى جانب عدد آخر من الآيات والأحاديث والآثار الحادة على معرفة الأمم والشعوب عن طريق الترحال وتحصيل ما يترتب عليه من فوائد جمة لا تقدر بثمن. السفر كما يحدد هو حركة انتقال من مكان إلى مكان آخر لهدف محدد معلوم، ونحن ندرك تماما على أن الحركة يتولد منها ما يعرف بالطاقة، وهذه الطاقة التي تنتج عن حركة الشيخ سعيد رحمة الله عليه هي حركة علم وثقافة وتثاقف وتعريف وتعرف. والشيخ سعيد رحمة الله عليه عندما كان هذا توجهه فهو ليس غريبا عن ما تلقاه من تربية وفكر وثقافة إسلامية، وكل هم الشيخ رحمة الله عليه أنه يعيش حياة يتفكر فيها في خلق الله، ويتفكر فيها في ما وصلت إليه الناس من خير وشر ومن صلاح وفساد، ومن ثم يعمل جدا وفق سعيه ووفق طاقته ما يستطيع من دور رسالي أن يوصل كلمة الحق والخير إلى الناس جميعا. ونحن ندرك تماما أن الإسلام نفسه ديننا الذي استلهم منه الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمة الله عليه هذه الحياة الحافلة بالحركة والأخذ والعطاء مستمدة من الدين الإسلامي نفسه. فالدين الإسلامي هو عبارة عن رسالة من الله، وهو مرسل وبواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول، وإلى الناس الذين أرسل إليهم هذا الدين والذين تلقوا هذه الرسالة بالقبول أو بالرفض حسب نعمة الله عليهم وحسب إعمالهم للبحث عن الحقيقة ونشدانها. وفي كل هذا دلالة ومعالم واستدلال ومنهج استلهمه الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بعد أن استوعبه. فتميز الإنسان العماني بقدرته على التفاعل مع الآخر، فكيف بعالم مثل الشيخ سعيد بن حمد الحارثي الذي هو هضم العلم بأصوله الشرعية وبلغته العربية الأصيلة، وأدرك واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وما يجب عليه أن يتحلى به من صفات، وأن يتعرف إلى الطرق التي يخاطب بها هذه الشعوب. أقصد فيها أن في الرحلة الواحدة يزور فيها عدة بلدان ويطلع فيها على عدة أنماط حياتية لشعوب مختلفة، فزار فيها الشرق والغرب والشمال والجنوب
وتحدث في هذا الكتاب ما لاحظه بتفصيل وبدقائق الأمور، تحدث فيه عن عاداتهم وعن تقاليدهم، عن إسلامهم أو عن كفرهم، عن ما هم عليه من تعاملات، وكل ذلك يسخره الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمة الله عليه من أجل أن يخدم عقيدته، من أجل أن يبين نعمة الله عليه أن هداه للإسلام. فهذا الوجود هو بمثابة الكتاب المنظور الذي أنعمه الله به لهذه الأمة الإسلامية ولشعوب الأرض جميعا، كما أنعم عليها بالكتاب المقروء المرسل وحيا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكاد يجمع الدارسون المهتمون بالنصوص الرحلية على اعتبار تلك النصوص مجمعا متعددا ومتنوعا من المعارف يلامس مختلف أوجه الحياة لدى الذات ولدى الآخر على حد سواء، وذلك من خلال المعايشة الفعلية واللصيقة لتلك الأوجه على صعيدين متلازمين واقعي وتخيلي، الأمر الذي يجعل تلك النصوص مرايا تعكس بجلاء مشاهدات كاتبيها ومعاينتهم زاويتي الواقع الملموس المؤسس لفضاء الرحلة والرصيد الممثل للمخزون المعرفي والثقافي لذات الكاتب. لا غرو إذن أن تتبدى تلك النصوص نسقا أدبيا فريدا من نوعه ضمن الأجناس الأدبية الأخرى يعرف لدى المختصين بأدب الرحلة أو أدب الرحلات، يستكشف جغرافيا الأماكن والأمصار ويبحث أنثروبولوجيا في الأعراق والأجناس والأنساب والسير، ويرصد اجتماعيا العادات والتقاليد والجذور التراثية والفكرية والعقدية والحضارية لأمم وشعوب المعمورة، إلى جانب ما يؤديه في الآن ذاته من عمل تواصلي يغذي مطلب الحوار مع الآخر، فضلا عن كينونته إنجازا للسير الذاتية وموردا خصبا لإغنائها. لذا ينظر إلى تلك النصوص الرحلية بعامة من زوايا مختلفة لما تمثله من ثراء وتعدد، الأمر الذي يضفي على هذا المجال الخصب من الدراسة طابع الفسيفساء المعرفية أو الطيف متعدد الألوان والأضواء، كما راح يعبر عنه بعض الأساتذة والدارسين المختصين. وبالرجوع إلى كتاب عبر وذكريات من أدب الرحلات للشيخ الرحال سعيد بن حمد، نجد أنه قد استوعى قدرا كبيرا من تلك الجوانب المشار إليها، فالشيخ كان صانعا للحدث ومعبرا عنه ومسايرا له، ثم مقيما بعد ذلك كله لما أفصح عنه، وهو راصد دقيق لكل ما يرى أو يسمع، محتف كعادته بما يتفق عادات العمانيين وأخلاقهم وقيم المجتمع. ولم يكن رحمه الله يقتصر في كتاباته الرحلية على النثر فحسب، بل زاوج بين النثر والنظم ليضيف بذلك نفسا آخر وأفقا يغني كتاباته ويسري عن القارئ ويبعث فيه التفاعل والإثارة. سافر الشيخ أغلب دول الخليج العربي واليمن، كما زار مصر والأردن وسوريا والمغرب وأسبانيا ودول البلقان وشمال أوروبا، وزار تركيا وأثينا وبلغراد وفرنسا وسويسرا وألمانيا والسويد. زار أيضا ماليزيا والصين واليابان والهند وباكستان وبعض دول القرن الإفريقي وشمال أفريقيا والجزر المتناثرة على طول السواحل الشرقية، فقد زار كلا من زنجبار ودار السلام، كما زار نيروبي وعددا آخر من البلدان القريبة منها. أحفظ أن في الأسفار هذه ما تكلفت شيء إلا لما نزلت اليابان. في اليابان شوية تعبت، والسبب أن في الطائرة يعطوا قرطاس تمليها، تملي بعنوان الجواز، وفي جملة القرطاسة هذيك الغرض من الزيارة، وأنا كان راكب قلبي نصراني،
قلت لي ملي القرصاصة ويعطيه أعطيت الجواز، والغرض من الزيارة هو ما يعرف يقول يسألني، وأنا ما قلت إلا عنه ما عرفنا بش مكتوب، طب مكتوب بالإنجليزية أنا ما أعرف الإنجليزية. ويوم هبطنا هناك في اليابان بكنا ذاتية 5 طائرات مع بعض، وهذاك مبنى المطار كأنها بطر الوادي من الوادم. أنا من يملتهم خطفنا علينا على راعي الجوازات وسألني إيش غرض من الزيارة، قلت له تسوي وحدك ما أعرف. رد لي جوازي وقرطاسي ومطاعي صحة فيها ورجعت إيش أسوي، وما حد أتشوف هيك لو يوه كله بشوف وجه عربي يتكلم بيساعدني، ما لقيت حد عربي. خياتني بنت من هناك وشافتني ممتحن ويوم ردوني من هنا عند تصحيح الجوازات، خبت من عندي الجواز ودخلتني من باب ثاني ما بين يدخلوا الناس، دخلتني هناك في البلاد قلت عليه سوي الزين. وانا مش الغال شنطه يد بس عن شيء محني ولا شيء، شال الشنطه ذيك في يدي وثاني فتشوها هناك داخل يقول لي مشي سقريت، قلنا على الخطر مشي اللي انا شي سقريت، كب الشنطه وعطاني اياها. هي وصلتني هناك بني فتشوا الشنطه ودارت شاور مع السيارات وياتني تبهب امبوسدور امبوسدور امبوسدور، ما فيش امبوسدور أصدق، تقول هي سيارة سفارة قدام الباب، سفارتكم تعني السفارة العمانية. ومن دعت أنا من هناك أشوف العلم العماني فوق سيارة السوداء هناك. يصف الشيخ إحدى رحلاته تلك ذاكرا أهم ما اشتملت عليه من معالم ومشاهدات وشخصيات وآثار بالقول. سافرت إلى جزر هاواي وسط المحيط الهادي آخر المغرب الجنوبي وليس بعدها معمورة أبدا. سافرت على الطائرة الأمريكية 6 ساعات، ولما نزلت في مطار هونولولو عاصمة الجزر التابعة لأمريكا تلقاني في المطار شيخ صيني وقور وشاب أفغاني وآخر باكستاني، وهؤلاء هم عمار المركز الإسلامي في هونولولو. كان الصيني إماما للمسجد والأفغاني أمينهم والباكستاني رئيسهم، ومعهم شخص من بورما يقود السيارة، وقد جمعتهم في الأرجوزة حين وصفتهم بقولي قد لازم المسجد منهم 4 تجمعهم لفظة اصبر كن معه، وهم متآلفون إلفا لا مزيد عليه لا يتنادون سوى بيا أخي، وما رأيت سيرة كسيرتهم، ومن حبهم لي لم يتركوني آكل من عند أحد غيرهم، بل يحضرون فطورهم وغداءهم وعشاءهم في المركز ونأكل جميعا، حتى إني حين فارقتهم بقيت في حزن ولم يزال في قلبي. بقيت في هونولولو 48 ساعة، وليتها كانت 48 يوما، لطيب أولئك الإخوان ومذاكرتهم لي في أمور الدين، ولم يذاكرني أحد أينما ذهبت إلا هؤلاء. أهديتهم كتاب تلقين الصبيان وكتاب الوضع، وكانا معي فأعجبوا بهما. وكان الشيخ الصيني متخرجا من الأزهر، وودعوني إلى المطار بعناق ولهفة جزاهم الله خيرا. كان بيت الشيخ مفتوحا لطلبة العلم ولزوار السلطنة، وكان كثير الترحال في ربوع العالم يلتمس العلم ويطلب العلم، وكان ينقل رسالة الإسلام والسلام لأهل الأرض جميعا. ومن المواقف الطريفة التي أذكرها أنه زارنا عندما كنا ندرس في ولاية فلوريدا، فتفاجأنا بالإخوة يخبروننا بأن الشيخ سعيد قد وصل إلى ولاية فلوريدا، وكان
لطيفا ورائعا أن ترى شيخا وعالما من علماء عمان بالمظهر العماني، بالدشداشة العمانية والعمامة العمانية في ذلك الوقت في ذلك المكان قبل تقريبا أكثر من 20 عاما. في ذلك الوقت لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، ولا كان طريقة الانتقال بالسلاسة التي هي بها الآن. كان يجب على المرء أن يذهب إلى 3 أو 4 محطات ليصل إلى ولاية فلوريدا، ولا يتأتى هذا إلا لشخص يرغب في طلب العلم ويرغب في نقل رسالة الإسلام والسلام والمحبة لأهل الأرض جميعا، تأسيا بخلق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. للشيخ أيضا هناك مجموعة من الكتب، عنده كتاب بعنوان حياتي يسرد فيه سيرته الذاتية، وعنده أيضا كتاب يتكلم فيه عن الرحلات والمواقف الطريفة التي واجهها في رحلاته. فبالرغم من أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية، ولكنه كان يحب السفر ويذهب لطلب العلم والمعرفة ومشاهدة الحضارات، وهذه من الأمور التي يجب علينا جميعا أن نتأسى بالشيخ الفاضل فيها، في طلب العلم والمعرفة وتعلم الحضارات، سواء كانت الحضارات الشرقية أو الحضارات الغربية، وسبل الاستفادة منها لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة عمان والعمانيين. عشية الأحد 9 من شهر ربيع الآخر سنة 1429 للهجرة، الموافق له 9 من إبريل 2009 للميلاد، غادر الشيخ سعيد بن حمد الحارثي الحياة، مخلفا إرثا عظيما وعملا صالحا وذكرا لا يبيد. وبعد، فلا يموت المثقف بوفاة الجسد طالما ظلت روح فكره حاضرة في وعي الأجيال المتعاقبة، كما يقول أحد المكلومين بوفاة الشيخ وفقده رحمه الله، ويواصل: قليل ما هم أولئك المثقفون الذين يتفاعلون مع الزمان ويتفاعل هو معهم، فيصنعون جزءا من التاريخ إما بالفعل والممارسة أو بالتدوين. والشيخ سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي الذي انتقل إلى رحمة ربه هو أحد هؤلاء المثقفين الذين لم يدونوا التاريخ فحسب، بل ساهموا في صناعته ونحت معالمه. لقد تميزت كتاباته بالثورية الحكيمة التي لا تدعو إلى الفتنة والفوضى، كما اتسم خطابه بالنقد المنصف الذي يعترف بإحسان الخصم بنفس الدرجة التي يثبت فيها تجاوزاته. وكتب آخر يقول: لقد فقد الزمان الشيخ سعيد الحارثي، وبكاه المكان الذي عمره بالإيمان والأخلاق الإنسانية النبيلة، ونحن لا نملك سوى الدعاء له بالرحمة والرضوان، ولأنفسنا بالثبات على طريقه والسير في دربه، وأن يجمعنا الله تعالى به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.